السلام عليكم. كنقلب على فاطمة بنت عيد، الزوجة ديالي اللي تغيبات هذه تقريبا شي سبع واقيلات 9 سنين ولا 10 سنين، وما لقيت ما ندير، نضربتها بالزويجة مع خدوج بنت عمر. الله يخليكم، إذا لقيتوا الزوجة ديالي السابقة مودرة زيدوا غدروها، راها مصيبة كحلة، وبالخصوص إذا عرفاتني راني تزوجت بخدوج بنت عمر. المواصفات ديال الزوجة ديالي السابقة قصيرة وخويبة، ولكن الزوجة ديالي الحالية طويلة وزينة وباقا صغيرة. وهادشي اللي كاين، اتصلوا بهادي الدوزيم ولا على داك رقم التليفون اللي مبين على الشاشه على الشاشه التليفزيون. وهادشي اخويا ليك، وعيتكم لا ما وضروا لنا المصيب، راه غتخلق لنا المشاكل مع الزوجه اللاحقه. انا جايه مصممه باغا ندعي مختفون، لانه الراجل ديالي من نهار بدات البرنامج هو كيختفي لينا في الدار، نبغى يختفي في البلاكار ديال الكوزينه، نبغى يختفي في الماريو، نبغى نكونوا نتغداو ولا نتعشاو ويختفي تحت الميده ديال الماكله، وماشي معقول. اما لا جا مول الضو ولا جا مول الكرا ولا جا مول الماء ولا شي حاجه من هاد الشيء، هذا كيتنوض يختفي لينا في السطح بالسيمانه بجوج. داك النهار جالسين مع نسابنا نهضروا صحة سلام، ناض السيد نقص بن سداري اختفى، جا مورا ظهري ودا يلعب مع الناس بعقولهم. دينا عند الطبيب قال لك فيه الفيروس ديال اختفى، وهذا المرض هذا كيجي الناس خصوصا اللي هما مقدوجين من ناحيه الكريدي ومسائل من هذا الشيء النوع ديال هذا. فالله يخليكم، عقبي من نجيب ولادي هنايا ونصدقوا في شي حاجه ماشي كاع هذيك، لقاو لنا شي حل. الراجل راه ولا اختفى والدرب ولا عيط لنا عائلة اختفى. خويا نبدا؟ اوكي. جايه نفتش على خطيبي، تغيب تقريبا هذه 30 عام، 30 عام ما بقاتش لي الاثار، من نهار جا خطبني هو وامو. ما عرفتش شنو هما الاسباب اللي خلاو ان هاد الخطيب هذا اختفى. فهمتي؟ واش يمكن ما صدقش انه لقى فارس احلامه؟ ربما. ما عرفتش، الناس كتقول باللي هرب لانه تخلع مني، ما كنظنش، يمكن تخلع من المسؤوليه ديال الزواج. تقدر يكون انه ايضا خاف اللي يتضارب على قبلي، مغيار الله اعلم، ما خليش الفرصه فين نعرفه. فلهذا انا اليوم كنت اوجه لك بنداء، شوف خطيبي، انت راك اول واخر خطيب جطرق بابي، فهمتي؟ باش نتفاهموا، راه ميمكنش نفرط فيك ابدا، انا راه وراك والزمن طويل، قد قصار الزمان او طوال. المواصفات ديال خطيبي هو زوين، عنده واحد الخاله هنايا حدا ودنو ما كتبانش بزاف، خاصك تجي ليه من اليمن لاكوش. نهار جي خطبني هو امو كان لابس صنداله ديال الصبع وشورت، هادو هما المواصفات، ما نقدرش نقول لكم اكثر لانه جاب بحال شي فلاش هكا ضربني وزاد خلاني كنتسنى، ما كاين حتى شي خطيب جا موراه.